أهلا بكم إلى هذه النشرة نستهلها بأبرز العناوين. أهالي عكار يستغيثون أنقذونا من الحريق. قهوجي في أمر اليوم الخشية من الفراغ حتمت قرارات لم تكن لتتم لو دارت العجلة السياسية دورتها الطبيعية. والقضاء يرد طلب إخلاء سبيل ميشيل سميحة ويدعي على مرافق الأسير. الأشجار المعمرة في عكار مهددة بفعل الحرائق المستمرة منذ أيام في عدد من البلدات، والتي تحاول جمعيات بيئية ومتطوعون السيطرة عليها بمساعدة طوافة الجيش، إلا أنها تواجه صعوبة جغرافية في المكان. ومن الضنية ينضم إلينا الزميل يزبك وهبي ليضعنا في الصورة. يزبك، هل لا يزال الحريق مستمر؟ نعم نيكول، هذا الحريق منذ ظهر الاثنين لا يزال مستمرا في جرود الضنية. بالأمس كانت هناك حرائق أخرى في مناطق عديدة من عكار، ولكن هنا في منطقة جرود الضنية في بطرماز وصولا حتى بلدة سفيري كما تشاهدون أكثر من نقطة فيها حريق في هذا الحرش الصنوبري. هذا الحرش الصنوبري فيها آلاف الأشجار من الصنوبر البري وهي سريعة الاشتعال. بدأ الحريق في نقطة ما ثم امتد إلى نقاط أخرى، ويرجح أن هناك أكثر من نقطة اندلع فيها هذا الحريق في الوقت نفسه. ما يرجح البعض أن هناك افتعالا لهذا الحريق. صعوبة إطفاء هذا الحريق تكمن في عدم الوصول إلى النقاط التي فيها حرائق. هناك أكثر من نقطة، هناك مئات الأمتار كي يصل عناصر الدفاع المدني الذين سعوا منذ نهار الاثنين إلى العمل على إطفائه. تعاون معهم أبناء البلدة، تعاون معهم أيضا عناصر متطوعة من جمعيات بيئية، عناصر متطوعة قدمت من طرابلس، هناك طوافة للجيش اللبناني وعناصر من الجيش اللبناني أيضا يؤازرون عمليات الإطفاء. ولكن هناك صعوبة كبيرة كما نلاحظ، يعني الدخان لا زال مستمرا في أكثر من بقعة في أكثر من نقطة. ما أن يطفأ في مكان حتى تندلع نيران في مكان آخر. صحيح أنها نيران لا ترتفع أسنتها كثيرا في بعض الأحيان إلا حين يهب الهواء الشرقي الذي يعني يعيد رفع هذه الألسنة. نحن هنا منذ ساعات ما قبل الظهر قصدنا هذا الجبل، لاحظنا أن هناك يعني احتراقا كبيرا في الأشجار وهي من نوع الصنوبر بري والسنديان، وبعضها أشجار معمرة تعود يعني إلى أكثر من 100 سنة تقريبا. ما يطالبه أبناء البلدة وفاعلياتها أن يكون هناك يعني دعم من بعض المتطوعين أكثر فأكثر، يعني يشكرون عناصر الدفاع المدني ويشكرون تحديدا الجيش اللبناني، ولكن هذا الأمر ليس بالسهل. المطلوب عناصر أكثر كي تساهم في إطفاء هذا الحريق باليد، إذ إن يعني صعوبة وصول النرابيج سيارات الإطفاء إلى الأماكن التي يعني تبعد عن أقرب طريق نحو 400 إلى 500 متر كحد أدنى. نحن استمعنا إلى بعض الأشخاص تحدثنا إليهم في فترة قبل الظهر، نعود فنستمع إلى بعض ما قاله أولاء عن هذا الحريق. الحريق عم يمتد من خلال الهواء اللي عم يصير بالليل، الهواء عم ينقله، يعني ضرب اللي هو ضرب من الطرماز وصل على سفيرة، حيوصل على طيران، على بيت عواد. بدنا اكثر من طوافتين، الطوافتين اصلا اليوم ما في الا طواف واحده عم تشتغل، يعني بدنا حل، وجودوا لنا حل، يعني يستعينوا بطيران من قبرص. يلا عم نعمل الدواب، جبنا دب الان عم نطلع مي وجايبين موتير رش لحتى نطلع على الجبل لانه ما في طريق توصل لعنا. نحن جايين حوالي 50 شاب من طرابلس، يعني بعد ما عرفنا انه ما في لا عناصر جيش ولا سياره دفاع مدني ما فيها تطلع لفوق، يعني ما في امكانيات ابدا. وحتى شو عم تستخدموا طيب؟ والله الربش والمعذور والشوكه من الوسائل البدائيه جدا، وانا بديش المي والسطل، هي الوسائل اللي بين ايدينا. مجرد قرينا على الفيسبوك الغبي اللي انا كنت بسمع عنها كثير، يلي بنشوفها على جوجل ايرث من اكبر مساحات خضراء بلبنان، وعم بيقولوا الشباب هون يمكن بشرق الاوسط. انا متاسف جدا وانا متفاجئ، نحن يلي كنا نسمع انه في خطط لاداره حرائق الغابات بلبنان، انه يكون اكبر غابه بالضنية ما في عندها أي تحضيرات وأي ماتريال لمكافحة هذه الحريقة. وبمناسبة الذكرى 68 لتأسيس الجيش، وجه قائد الجيش العماد جان قهوجي أمر اليوم إلى العسكريين، جدد فيه التمسك بالدستور اللبناني، مضيفا أن الخشية من الفراغ حتمت الكثير من القرارات التي لم تكن لتتم لو دارت عجلة الحياة السياسية دورتها الطبيعية، ولم تتحكم الخلافات بين الأحزاب والتيارات فتلغي الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن ما حصل يجب أن يشكل حافزا للجميع كي لا يسمح مجددا بأن تكون التجاذبات السياسية هي التي تتحكم
تتحكم بمسار المؤسسات الدستورية وديمومتها، وأن تفتك الخلافات الشخصية والسياسية بقيمنا الدستورية وباتفاق الطائف. قهوجي تابع قائلا: إننا التزمنا ولا نزال الحفاظ على الإرث الديمقراطي من خلال استمرار عمل المؤسسات لا تعطيلها وتفريغها لأي سبب كان، والتزمنا الخضوع لسلطة القانون وعدم تجاوزه، وأن يكون جيشنا على قدر المسؤوليات والاستحقاقات. وفي الرابية التقى رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون وفدا من قيادة الجيش برئاسة العميد حسين خضر، جاء مهنئا بعيد الجيش. أعلن مدعي عام الجنوب القاضي سميح الحاج أن تمثيل جريمة قتل محمد ضرار جمو سيجري عند 10:30 من قبل ظهر غد في صرفند وبحضوره. القاضي الصقر يرد طلب إخلاء الوزير السابق ميشيل سميحة لجسامة الاتهامات المسندة إليه والمرتبطة بالإرهاب، ويدعي على مرافق الأسير وشخصين فرين. ولمزيد من التفاصيل معنا مباشرة عبر الهاتف الزميل بسام أبو زيد. بسام؟ نعم، يعني اليوم القاضي صقر صقر استمع إلى مرافق الشيخ أحمد الأسير علي عبد الوحيد الذي أصر أمام القاضي صقر أن لا معلومات لديه عن مكان وجود الأسير، لافتا إلى أنه فر من منطقة عبرة، أي وحيد المرافق مع رفيقين له هما مصطفى الدنب وعلاء المغربي، بعدما اشتدت وتيرة القتال مع الجيش وقد افترقوا بعدما خرجوا من عبرة، وذهب كل واحد منهم في اتجاه، وقد لجأ هو إلى إحدى الشقق في مدينة صيدا وبقي فيها حتى اليوم الذي توجه فيه إلى مطار بيروت للسفر إلى نيجيريا. وأشار وحيد أيضا إلى أن أحدا لم يساعده في محاولة فراره عبر المطار، وأنه هو الذي قام بكل الترتيبات بمفرده. القاضي صقر ادعى طبعا على وحيد الموقوف والدنب والمغربي الفرين من وجه العدالة، وأحالهم أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة الذي شارف على ختم التحقيقات في ملف عبرة، وهو سيستجوب وحيد ليتجاوز بذلك عدد الموقوفين أمامه في هذا الملف إلى أكثر من 20. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بعد ختم التحقيقات مع وحيد سيحيل قاضي التحقيق الملف لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كي يبدي مطالعته، ثم يعد القاضي أبو غيدة القرار الاتهامي لتبدأ على أساسه المحاكمات أمام المحكمة العسكرية. من جهة ثانية، طلب القاضي صقر صقر من المحكمة العسكرية رد طلب إخلاء السبيل المقدم من وكلاء الوزير والنائب السابق ميشيل سميحة، وذلك نظرا لطبيعة وجسامة الجرائم المرتكبة والتي لها علاقة بالإرهاب. ويبقى في النهاية القرار للمحكمة العسكرية التي هي ستقرر ما إذا كانت ستوافق على إخلاء السبيل أم لا. نيكول، شكرا لك الزميل بسام أبو زيد على هذه المعلومات. وتتابعونا بعد الفاصل: كيف تنقذ بقايا الطعام من سلة النفايات؟ أهلا بكم من جديد. السفير الجديد ديفيد هيل المقترح للتعيين في لبنان تحدث أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة اعتماده عن انعكاس الأزمة السورية على لبنان وعن التمديد لمجلس النواب. حزب الله يضع مصالحه ومصالح شركائه فوق مصالح الشعب اللبناني، وتتعارض مشاركته في الصراع السوري مع إعلان بعبدة وسياسة النأي بالنفس، وتعرض استقرار لبنان لمخاطر كبيرة. لبنان في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز أعرافه الديمقراطية، وقرار التمديد للمجلس النيابي ضربة قاسية للممارسات الديمقراطية واستقرار لبنان. نحن ندرك أن الأمر شأن لبناني، ولكن يتعين على السياسيين احترام العملية الانتخابية والدستور. وفي الشأن السوري، تدور اشتباكات بين القوات النظامية السورية ومقاتلي المعارضة على أطراف بلدة خان العسل في ريف حلب التي تحاول القوات النظامية استعادتها من المعارضة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. هذا وكان سيطر مقاتلون معارضون على البلدة التي كانت أبرز المعاقل المتبقية للنظام في ريف حلب الغربي في 22 تموز بعد معارك عنيفة استغرقت أيام، وفقدت القوات النظامية فيها 150 عنصرا على الأقل، بينهم 51 عنصر أعدموا مدنيا.
تسلم الرئيس المكلف تمام سلام رسالة تهنئة خطية من النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا الحيمي بانتصار حرب تموز 2006، سلمه إياها السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي، كما كان عرض لآخر التطورات على الساحة الإقليمية وعلى رأسها المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية وعلى الساحة اللبنانية. وأكدنا على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى بوقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب لبنان جميع اللبنانيين، وتأكيد على الاستقرار وعلى التضامن وعلى تعزيز الوحدة الوطنية. وفي وزارة التربية والتعليم العالي حطت عريضة المليون التي أطلقتها هيئة التنسيق النقابية منذ أسابيع من أجل الضغط على اللجان المشتركة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وقد شارك في التوقيع موظفو الوزارة وعدد من المواطنين الذين كانوا ينهون معاملات لهم في مبنى الوزارة. نحن برأينا هذا الموضوع ما بدها الأد نقاش، ما بدها الأد وقت. الحكومة أخذت أكثر من سنة ونص دراسة الموضوع على اللجنة الفرعية واللجان المشتركة إنه يبطوا الموضوع بأسرع وقت ممكن، لا يعطوا صدقية لهذا النقاش، لهذا البحث، لحتى يعطوا صدقية للناس لناطرين السلسلة. العريضة بتعني تظهير موقف هيئة التنسيق النقابية للشعب اللبناني كله. نعم لإقرار سلسلة الرتب والرواتب حسب المذكرة اللي قدمتها هيئة التنسيق النقابية. هيدي بالدرجة الأولى، لأنه اللي عملوه بالسلسلة هو مخالف للاتفاقات اللي انعملت. في نقابة الصحافة حضرت قضية طياري شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط TMA المصروفين من الخدمة في مؤتمر صحفي عقدته نقابة الطيارين اللبنانيين. واعتبر رئيس نقابة الطيارين اللبنانيين فادي خليل إن الطيارين استبشروا خيرا أخيرا مع استئناف الشركة لأعمالها، علها تنهي الملف العالق منذ 2005 وتعيد للطيارين المصروفين حقوقهم، لكن لم يحصل أي تقدم. وطلب أن تتحمل وزارة العمل مسؤولياتها وتحمي حقوق الطيارين 46 المصروفين الذين استبدلتهم الشركة بطيارين أجانب. وفي وزارة العمل تم توقيع عقد عمل جماعي بين جمعية المصارف واتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان برعاية وزير العمل سليم الجيساطي، الذي اعتبر أن القطاع المصرفي هو ركيزة الاقتصاد في لبنان. عليت على نفسي أيضا مع الإدارة المركزية أن نذهب إلى أقصى الحدود بمشاركة جمعية المصارف وطبعا اتحاد نقابات الموظفين موظفي المصارف لإنعاش وإعادة إحياء هذا العقد الجماعي. هو القطاع المنظم الذي يعتبر صاحب الاستخدام الأول في لبنان، وهو قطاع يعتبر الركيزة الأولى أو اللبنة الأولى لديمومة نظامنا والاستقرار نظامنا السياسي والاجتماعي في لبنان. في زحلة تم العثور على جثة رجل في الخمسينيات معصوبة العينين ومكبلة اليدين والرجلين مرمية في قناة للري في محلة الدلهمية، حيث عينها الطبيب الشرعي ليتبين أنها تعرضت لطعنات عدة، منها واحدة في القلب والرقبة بواسطة مقص، كما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة حصلت فجرا. وقد عمل الدفاع المدني على نقل الجثة إلى براد المستشفى الرئيس الهراوي الحكومي، فيما التحقيقات مستمرة لمعرفة هوية الرجل. مبادرة لأحد المطاعم البقاعية لتوزيع بقايا طعام الإفطارات على النازحين والفقراء. كل هذا الطعام المتبقي على طاولات أحد المطاعم البقاعية لا يذهب هدرا، بل يتم توضيبه وتوزيعه خلال شهر رمضان على النازحين السوريين والعائلات اللبنانية الفقيرة. بهذه الطريقة يتم توضيب الطعام وتعليبه قبل أن ينقل بسيارات مجهزة. أما عدد المستفيدين فيصل إلى 900 عائلة في أيام الذروة و400 عائلة في الأيام العادية. أكل هيدا كله عم بيروح اتحاد بلديات البقاع الغربي غزة، وهن كل يوم بعد ما ندب دغري بعد خلال نص ساعة بيروحوا بيوزعوا للفقراء وللمحتاجين، وقد ما بقدر منساعد بهالموضوع. طلاب جامعيون قرروا التطوع في المطعم لتوضيب الطعام وتأمين نقله إلى العائلات. يحصل كل ذلك بالتعاون بين المطعم والمتطوعين واتحاد بلديات البقاع الغربي.
وتتابعونا بعد هذا الفاصل. 9 أشهر أمام عملية السلام. هل ينجح أوباما في إنهاء ملف السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ العرب الأمريكي نجح على ما يبدو في إعادة إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ليعلن الجانبان فترة 9 أشهر للتوصل إلى حل بعد تنازلات معقولة من الطرفين، وهي تمثل شرطا أساسيا للنجاح بحسب راعي الاتفاق وزير الخارجية الأمريكية جون كيري. الحل القائم على أساس دولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع. ليس هناك وقت كثير لتحقيق ذلك، وليس هناك أي بديل آخر. كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أبدى تفاؤلا لأن جميع القضايا المتعلقة بالوضع النهائي مطروحة للنقاش وستحل بدون أي استثناءات كما قال. الفلسطينيون عانوا بما فيه الكفاية، ولن يستفيد أحد أكثر من الفلسطينيين من نجاح هذا المسعى. أما رئيسة وفد المفاوضين الإسرائيلي تسبي ليفني فكانت أكثر حذراً مع اعترافها بأن الأمر سيكون صعباً وبه نجاحات وإخفاقات، مؤكدة السعي لإيجاد حلول واتخاذ قرارات للمستقبل. لم نصل إلى حائط مسدود في الماضي، لكننا لم ننهي المهمة، وهذا أمر علينا القيام به بمفاوضاتنا الراهنة. إذن وبعد أعوام طويلة من فشل التوصل إلى اتفاق سلام رغم تعدد اللقاءات والمساعي وتبدل الأشخاص وبعد جمود دام 3 أعوام، هل يمكن للأشهر 9 التي تعهدها الجانبان وحصلت على إشادة الرئيس باراك أوباما بإنهاء صراع دام 6 عقود؟ وماذا عن القضايا الجوهرية من مستقبل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، مصير اللاجئين الفلسطينيين والقدس؟ وإلى مصر، حيث التقى وفد من الاتحاد الإفريقي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من دون معرفة أي تفاصيل حول اللقاء. ومن المتوقع أن يعقد بعض أعضاء الوفد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم بعد الاجتماع مع مسؤولين بجامعة الدول العربية. الفنانة المصرية يسرى الهواري، الثورة الموسيقية النسائية. قدام السوق، قدام اللي معلي، وكمان قدام اللي واقف يحمي، وكمان قدام اللي واقف يحمي. وقف راجل غلبان وعمل بيبي. صدفة في بيروت تحولت يسرى الهواري إلى مغنية. حملت الأكورديون في أحد المقاهي البيروتية وبدأت تغني. هذه هي القصة الصغيرة للفتاة الجميلة التي تشارك هي أيضا بصناعة المشهد الموسيقي الجديد في مصر بكلمات جديدة وبموسيقى تشبه الحراك الثقافي والسياسي والشبابي في القاهرة. لازم صحيحات كن فضيحة، لو يوم نسينا وبصنا بعض في الشارع. موسيقى مختلف، طريقة كلام مختلفة موجودة دلوقتي عن ما كانتش بتتغنى قبل كده، أو في مواضيع مثلا الناس دلوقتي مهتمة تغني عنها ما كانتش موجودة قبل كده. يسرى الهواري جزء من ثورة موسيقية نسائية شهدتها مصر في السنوات 3 الأخيرة. موسيقيات مصريات يكتبن ويعزفن ويغنين عن كل شيء، عن السياسة، عن الحب، عن الشوارع وعن حياتنا اليومية. اللي أنا بشوفه مختلف في البنات دلوقتي يعني إنه في دلوقتي كذا بنت هي اللي بتدير مشروعها الفني، يعني هي اللي بتغني الكلمات أو بتختارها، هي اللي بتلحن، هي اللي بتدير فرقتها، هي اللي تحمل اسم الفرقة. مش مهم ولا مهم ولا مهم ولا حتى مهم. المهم تكون مبسوط، تردد يسرى الهواري في أغنيتها الشهيرة. ترفع يسرى شعار المرحلة، الفرح، الفرح رغم كل شيء. أعلنت السلطات التونسية أن عبوة يدوية الصنع تم تفجيرها عن بعد عند مرور آلية للحرس الوطني ليلة الثلاثاء بالقرب من المحمدية قرب العاصمة التونسية بدون أن تسفر عن أضرار أو ضحايا. وإلى العراق، حيث قتل 6 أشخاص وجرح 20 آخرون في انفجار وقع أمام مسجد للشيعة في بغداد. وقال شهود عيان إن شيخ المسجد أحمد فالح احتضن الانتحاري بذراعيه ومنعه من الاقتراب أكثر والتسبب في سقوط المزيد من القتلى، عندها فجر نفسه في المكان.
إلى البرازيل، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق تظاهرة ضد حاكم ولاية ساو باولو بعدما هاجموا وكالة مصرفية وشركة لبيع السيارات وسط المدينة، تم على إثرها اعتقال عشرات الأشخاص. المتظاهرون الذين أغلقوا العديد من الشوارع في وسط ساو باولو بمستوعبات النفايات المشتعلة طلبوا بنزع سلاح شرطة الدولة، وهم أرادوا إظهار تضامنهم مع رفاق لهم في ريو دي جانيرو تظاهروا ضد حاكم هذه الولاية. ونبقى في البرازيل، حيث أدى انفجار أنبوب مياه ضخم إلى مقتل طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات جراء ابتلاعها كمية كبيرة من المياه، وجرح عشرات الأشخاص، كما تسبب بفيضان دمر عددا من المنازل وسط منطقة سكنية في كامبو غراندي قرب ريو دي جانيرو. وقد تم إنقاذ السكان الذين هربوا إلى الأسطح في زوارق مطاطية، فيما فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. وفي باكستان، قتل 10 أشخاص على الأقل في مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة الباكستانية ومتمردين إسلاميين شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان يوم الثلاثاء، بعدما هاجم عشرات من المتمردين الإسلاميين المسلحين حواجز في منطقة خيبر القبلية. أمريكا تطوي صفحة ويكيليكس، برادلي مانينغ مذنب بالتجسس. تظاهر العشرات أمام محكمة فورت ميد العسكرية الأمريكية في ماريلاند احتجاجا على قرار إدانة الجندي برادلي مانينغ بتهمة القيام بأكبر عملية تسريب وثائق عسكرية في تاريخ الولايات المتحدة قام بتسليمها إلى موقع ويكيليكس الذي كان له على تويتر تعليقات عدة على إدانة مانينغ، ومن بينها اعتبار أن الحكم بحقه يظهر تطرفا خطيرا على صعيد الأمن القومي من جانب إدارة الرئيس الأمريكي، لافتا إلى سابقة جديدة بالغة الخطورة على مستوى كشف معلومات للصحافة. وكان الجندي برادلي الذي سرب نحو 700,000 وثيقة عسكرية ودبلوماسية سرية عن الولايات المتحدة لموقع ويكيليكس دانته المحكمة ب20 تهمة تجسس، ومن بينها تهمة نقل مذكرات سرية عن المعتقلين في قاعدة غوانتانامو، وذلك عندما كان محللا في الاستخبارات في العراق من تشرين الثاني 2009 حتى توقيفه في أيار 2010. وقد أقر مانينغ بارتكاب 10 منها ليواجه السجن حتى 136 عاما، إلا أن المحكمة برأته من التهمة الأخطر وهي مساعدة العدو أي تنظيم القاعدة، والتي لو أدين بها لكان سيواجه بموجبها عقوبة السجن مدى الحياة، واليوم تستأنف المحاكمة العسكرية في مرحلتها النهائية لتحديد العقوبة بحق مانينغ. وفي الختام شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.